قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب نوافذ لقضايا الشباب السوداني من مختلف الأماكن. قضايا الشباب. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. وحلقة هذا الأسبوع تتزامن مع بداية الأزمة الكبيرة التي مرت بها البلاد، وهي هذه الحرب اللعينة. وبهذه المناسبة أقامت المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية منتدى عن أثر الحرب على الشباب. نحن في هذه الحلقة كذلك لابد أن نناقش أثر الحرب خلال هذا العام على الشباب مع مجموعة من الشباب والشابات هنا في هذه الحلقة من العاصمة الأوغندية كامبالا. بداية أنا حطرح السؤال بشكل عام وكل واحد يجايب عليه حسب تجربته التي مر بها حتى وصل هنا إلى كامبالا. السؤال هو: كيف أثرت الحرب التي الآن مر عليها عام على الشباب السوداني؟ طيب، مساء الخير. أنا الحسن إبراهيم، منصة الشبابية للأعداء الانتقالية. بالنسبة للسؤال بتاع كيف أثرت الحرب على الشباب، صراحة تأثير الحرب على الشباب كان كبير شديد. عندنا شباب كتار نحن فقدناهم بسبب الحرب، في شباب كتار. بالنسبة للجانب الاقتصادي، في شباب كتار كانوا عندهم مشاريع خاصة بهم وكانوا شغالين في مشاريع، سواء كان زراعة أو تجارة أو كده. بسبب الحرب المشاريع بتاعتهم دي توقفت، فهم اتضرروا من ناحية اقتصادية. برضو في جانب عنده علاقة بأنه هم كشباب يتعرضوا لضحايا، والحاجة دي ممكن نقول بأنه دي تداعيات عندها علاقة بحقوق الإنسان اتجاه الشباب، بأنه في شباب كدار تم اغتيالهم في الحرب وفقدوا أرواحهم، في شابات كدار هم تعرضوا للاغتصابات والتحرش ومشاكل العنف الجنسي، وفي شابات برضو كدار نحن فقدناهم في الحرب دي. فدي عندها علاقة بالحقوق بتاعت الإنسان. فهي عموما مشاكل الشباب في الحرب دي بقت كبيرة شديد. في شباب الضغط لأنه يكون واحد من طرفين النزاع، والحاجة دي في وجهة نظري أنا برضو حاجة كعبة شديد، بأنه أنت كشاب تكون ملزم على أنك أنت تكون مع واحدة من طرفين النزاع، لأنه هم مثلا بيكونوا الطرفين النزاع احتدوا على مناطقهم، هم دارين يدافعوا عن مناطقهم، في ناس دارين يدافعوا عن أسرهم، في ناس دارين يدافعوا عن العرض أو الكرامة، زي ما في جهات قاعد تدعي الحاجة دي وقاعد يتم استقطاب الشباب بها، بل بأنه أنت مفروض تدافع عن أسرتك، تدافع عن وطنك، تدافع عن كده. فالتعبئة الإعلامية تجاه دور الشباب في الحرب دي ذات عندها تأثير كبير، بأنه الليلة الشباب يعني مثلا نحن ما قاعدين نلقى منصات إلا ما ندر بأنها هي تحكيس دور الشباب تجاه إيقاف الحرب، لا قاعدين نلقى بأنه هي قاعد تكون سبب لتعبئات الشباب إنه ينخرطوا في واحدة من أطراف النزاع، وهذه برضو إشكالية كبيرة. السلام عليكم، أنا محمد جمال إبراهيم، المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية. أنا ممكن أخلي يعني أتكلم عن جانب معين أو أثر معين خلفته الحرب دي، اللي هو الجانب النفسي. وخلينا منشن بالذات إنه ممكن أكثر شباب هم تعرضوا لأثر نفسي كبير من الحرب دي هم كانوا الشباب الشغالين في العمل الإنساني. يمكن الحاجة دي حسي حاليا ظهرت في خلال أداء المؤسسات بتاعت العمل الإنساني السوداني في عدم قدرتها إن هي حسي حاليا تقدر تدي بالطريقة المطلوبة، لأنه أغلب الشباب دي هم تعرضوا وما تعرضوا في الحرب دي، غير طبعا
شافوه في فترة الحرب ده غير شافوه في طريقهم وهم بيحاولوا انهم هم يطلعوا، وكمية المعاكسات والعرقلة اللي كانت بتحصل لهم وكانوا بلاقوها من القوات اللي كان من قوات الدعم السريع ومن القوات المسلحة يعني، والانتهاكات والعنف اللي كانوا بقابلوه واحساسهم بعدم الامان. ويمكن في اغلبنا حسي ما كان مصدقين الان انه هو قدر يصل ويطلع. ايوه وكان في ضغط كبير يعني بالذات على الشباب اللي هم كانوا شغالين في العمل الانساني. وممكن يعني بعدين يعني اوصي دكتوره ميسون انه لما تيجي تتكلم بوراي تتكلم لنا في انه كيف نحن ممكن نعالج الحاجات دي يعني، لانه هي يعني حقيقه عندها اثر واضح على الحاجات. طبعا ده غير انه نحن فقدنا حسي كميه من الشباب اللي هم برضو كانوا ناشطين بالعمل السياسي وبالعمل الانساني، بدينا نشوفهم في مشاهد بتاع التحيز لاطراف الحرب ان كان الدعم السريع وان كان القوات المسلحه. وبعد ذاك لما نجي نتكلم عن قضيتنا كشباب ككل يعني فقد الارواح الشابه اللي نحن حسي قاعدين نلاقيها و الزمن اللي قاعد يضيع من عمر الشباب ديل هم ذاتهم واحساسهم بخيبات الامل وبانهم هم يعني حسي حاليا هم في حيره من امرهم زي ما كانوا بيتكلموا قبل الشباب داخل الندوه وداخل المنتدى، وكانوا بيقولوا في هم ما عارفين وين الحل ووين المفر يعني. شكرا راديو دمنكا لانكم دائما يعني صباغين لانه تستضيفوا قضايا وحاجات زي دي. ففي اليوم ده ذكرى 15 ابريل احنا في المنظمه الافريقيه للحقوق والتنميه، انا فوزيه محمد علي عضو في المنظمه الافريقيه للحقوق والتنميه. هي جلسه ناقشت قضايا كثيره بتتعلق بالتداعيات الانسانيه في السودان، لكن نحن كشباب خلينا نركز في قضايا بتخصنا نحن وخلتنا حاليا نحن يعني بلا مستقبل، ومستقبلنا هو مظلم تماما في الفتره الجايه. الحاجة اللي نحن قاعدين نواجهها حاليا كسودانيين في مجتمعات اللجوء أنا ممكن أقول عليها، لأن كثير مننا نحن ما معترف به كجنسية سودانية أو بنجي داخلين بدون جوازات، فبالتالي الشباب بيواجهوا يعني مضايقات أمنية من الدول المستضيفة ذات نفسها، فدي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. الحاجة الثانية دار أركز برضو على التعليم. التعليم يعني أصبح متوقف منذ بداية الحرب لحد الآن سنة كاملة، وما قادرين نكمل تعليمنا في السودان ولا حتى خارج السودان. أنا من هنا بوصل صوت بتعلم كبير للحكومة السودانية حتى من قبل الحرب، ليه ما كان عندها مثلا اتفاقيات أو شراكات مع الدول الثانية في الجامعات والمعاهد العليا انه يكون في قبول للطلاب السودانيين، يعني اذا كان في وضع بتاع طوارئ زي ده او غيره يكون في اتفاقيات، يكون في منح دراسيه نكون زينا زي الطلاب الافريقيين الناس قاعدين يقروا في اي وقت، يعني كان في حرب ولا ما في حرب. الحاجه دي يعني غايبه تماما. فنحن كشباب يعني مستقبلنا المظلم ده هو مش حيدمرنا نحن كشباب، حيدمر السودان عامه، لانه السودان الشباب هم اللبنه الاساسيه ونحن بنمثل 60% من التعداد السكاني بالنسبه للسودان. فده غير انه برضه في اطفال هم حاليا خارج المدارس، ده غير انه في تجنيد قسري قاعد يتم بالنسبه للشباب يعني رضوى الاب في كل المناطق الدائره فيها صراعات حاليا، ده غير انه في اغتصابات قاعد يعني اغتصابات وحاجه ممنهجه تجاه النساء والفتيات. فدي كلها قضايا يعني العقل ذاته ما يقدر يتخيلها انه نحن كشباب قاعدين نواجه المشاكل دي يوميا، يعني من الحرب دي بدأت لحد الان ما في حاجه وقفت، ما في يعني اتفاقيات تمت كل الطرفين مثلا اي زول التزم بحدوده او التزم بالحاجه الواقع عليها في الاتفاقيه، فستيل يعني نحن بنواجه المشاكل دي ومصيرنا صراحه مجهول لحد الان. فمن هنا نحن كشباب وفي اليوم ده بنناشد طرفي صراع بانه يخطوا السلاح ده كده على الواطة ويقعدوا يتفقوا، مش يتفقوا لانه عشان يقعدوا يقسموا السلطه زي المره اللي فاتت، يتفقوا لانه هم شردوا دوله كامله بحاله، شردوا اطفال، شردوا نساء، شردوا كبار سن، خليهم بس يعني يلغوا نظره على المعسكرات الحاصل فيها شنو يعني الوضع المأساوي ده. انا ما اعتقد انه مثلا ما يرف عليهم جفن للحاجه الحاصله دي، انا متاكده تماما ان هم حاليا عندهم اسر واي حاجه، لكن اسرهم قاعدين في دول تانية ومستقرين كويس وقاعدين وتعليمهم ماشي كويس، لكن الطبقه الوسطى ده يمشي وين؟ عامه الشعب يمشي وين؟ فالسودان ده هو لا حق برهان ولا حق حمدي، السودان ده حقنا كلنا.
السلام عليكم، مساء الخير. أنا فاطمة حبيب، منظمة الأفريقية للحقوق والتنمية. إذا قلت أتكلم عن الحرب، بدل تاريخ 15 أبريل حياة ملايين السودانيين الذين يعيشون اليوم مأساة إنسانية حقيقية بسبب القتال الدائر في السودان وصراع الأطراف على السلطة، من انقطاع كهرباء وانقطاع الدواء وما وانعدام خدمة الإنترنت وشبكات الاتصال ونقص في المواد الغذائية، نقص حاد جدا، ووقف التعليم وصولا إلى موجات نزوح عالية، ومن هنا تبدو مأساة السودان. أما عن برنامج الشباب، معظم الشباب كانوا يعتمدون على أشغالهم أو أعمالهم في المنظمات أو في التطوع في المنظمات أو في السوق مثلا، وده أثر عليهم وخلاهم ينزحوا، والآن هم بواجهوا مشاكل كثيرة بسبب عدم الشغل. وأنا من هنا بوصي، يعني بقول أرضا سلاح، خلينا نحن نعيش في سودان أفضل من نعيش في بلدان ما حقتنا ونحن نعيش فيها المأساة الحالية. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أحمد، منظمة الأفريقية للتنمية. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. والله يا أخي حاجة مؤسفة، الحاجة اللي حصلت في السودان دي يعني حاجة مؤسفة شديد. الحرب بتاعت 15 أبريل اللي هي غيرت يعني تغيير توتال. يمكن أنا واحد من الناس اللي فقدت فيها أخواني وفقدت فيها وظيفتي، فقدت فيها واحد كل الحاجات زي ما بقوله. بدينا نبدأ من الزيرو تاني. فأنا من هنا بناشد من راديو دبنجا إنه يا أخي خلاص كفانا حرب. يعني نحن من 56 يمكن من الاستقلال البلد ما عاشت سلام حقيقي. نحن كشباب سودانيين نقول يا أخي استوب زوو، دارين سلام حقيقي يعني في كل ربوع السودان. والحاجة الثانية المؤسفة واللي أنا زعلان عليها شديد إنه النعرات القبلية والعنصرية يعني زادت. يعني مفترض في فترة زي دي، يعني فترة بتاعت حرب، نحن محتاجين للم شمل، محتاجين لكل الشعب السوداني، يعني محتاجين لكل الشباب. الرسالة مفترض تكون أكثر حاجة الماشية هسي، كان في السوشيال ميديا، كان في الوسائل، جميع الوسائل الإلكترونية الثانية. يعني مفترض نتحد يعني كلنا كشعب واحد، كلنا كشباب واحد، وصوتنا يكون يعني موحد كلنا. الحرب دي مفترض تقيف الليلة قبل بكرة، لأنه أثرت يعني تأثير ما بعده تأثير، يمكن تكون أسوأ حاجة حصلت في تاريخ السودان. يعني صح نحن من 56 عندنا حروبات، لكن الحرب دي لأنه بدت من السنتر، يعني دي كانت الشريان الرئيسي للسودان كله، الخرطوم وكل الأعمال، البزنس والسياسة والمؤسسات وكل كل السودان كان في الخرطوم. يعني صراحة والخرطوم كان فيها كل السودان، يعني كان ناس كان الحياة التانية. عشان كده الحرب دي يعني غيرت، يعني أثرت تأثير كبير جدا جدا. ونحن يا أخي والله نتمنى من طرفي النزاع، يعني الحرب دي يا أخوانا مفترض تقف فيها الليلة قبل بكرة. المتضرر فيها الرئيسي والله الشعب السوداني، يعني عانينا ما عانينا، يعني كفاية حرب ومحتاجين لسلام. وديكم واحدة من الأمثلة، أنا قبل 3 يوم جاني خبر أنا فقدت فيها واتقالي، وهو صغير يعني يمكن 15-16 حتى ما بالغ ذاته، يعني اتحموه بأنه هو منتمي لجهة فقط روحه والله. ولحد الآن الجثة ذاته ما عارفين نعمين. الكلام ده في شرق النيل يعني بالضبط في الردمية، الناس اللي بيعرفوا المنطقة دي. فالحاجة الثانية الدار وصلها لطرفي النزاع إنه المساعدات الإنسانية، يعني لأنه حسب الإحصائيات إنه السودان يعني لحد الآن يمكن 30-40%، ولو استمرينا في لحد نهاية 24 يمكن 60% من الشعب السوداني تحت خط المجاعة. يعني فأناشد كل طرفي النزاع وكل الدول الجوار والناس اللي عندهم علاقة بالقصة دي إنه يا أخي المفترض الحاجات دي تصل لمستحقينا، يعني ما نمشي نلقاها في السوق، لأنه معظم الحاجات للأسف الحاجة دي من بداية الحرب، يعني حاجات كتير بتجي المساعدات الإنسانية بنمشي نلقاها في السوق. ياهو يعني حاجة صعبة شديد، يعني حتى في ظل الحرب دي الناس بقت تستمسر في الحرب، بقت الحاجات الإقاسات المفترض تصل للمواطنين تمشي الأسواق. يعني حاجة دي مؤسفة، يعني نقول لهم افتحوا الطرق،
يعني كل الطرق بر جو يعني افترض الحاجات دي كلها تصل يعني، لأنه جاتنا معلومات إنه في بعض مناطق دارفور الناس أكدت الطرق يعني، دي يعني حاجة مؤسفة شديد، ودي مسؤولية كل الطرفين يعني، ومسؤولية الشعب السوداني كله. وخلونا نحن كشباب وكمنظمات مجتمع مدني يعني لها تأثير على مستوى الأرض، وعندنا ناس ممثلين لنا على مستوى الأرض هناك، خلونا نوحد جهودنا وننسق ذاته مع بعض، لأن واحدة من الرسائل الدار أوصلها برضو لمنظمات المجتمع المدني، صح هي بتقوم بدور كبير جدا جدا وكتر غيرها ودايرين منها المزيد، لكن الجهود حقتها ما موحدة يعني، يا ريت لو في تنسيق يعني مع بعض كل الجهود، على أساس إنه الهدف الرئيسي الآن يكون في اتجاه إنه إيقاف الحرب، يعني على الأقل الناس تعمل إيقاف حرب لمدة 6 شهور، توقف الطلقة دي زي ما بقول وقف إطلاق نار، بعد ذاك أي حاجة ممكن يعني بالتفاوض يعني، ما في تاريخ السودان كله من 56 ما في حرب انتهت بالسلاح نهائي يعني، مهما كان نتقاتل في النهاية بنيجي نقعد، طيب ما دام نحن نتقاتل في النهاية نجي نقعد، ليه من البداية ما نقعد يعني كسبا للزمن وكده. فأنا شاكر لراديو دبنجا وأناشد يعني مناشدة زيادة زي ما بقولوا، إنه يا أخي الحرب دي مفترض تقف الليلة قبل بكرة، ونحن محتاجين لسلام حقيقي يعني، ما سلام صوري، ما سلام بتاع السلطة، ما سلام بتاع ثروة، يعني سلام حقيقي، إنه يا أخي الشعب السوداني عشان ينأم بالأمن والاستقرار والرفاه. والدول فاتتنا والله صراحة يعني، نحن متأخرين شديد في كل النواحي يعني. شكرا. السلام عليكم، أنا ميسون عبد الله عبد المطلب، ناشطة مجتمعية وجزء من عضو من منظمة الأفريقية للحقوق. أول حاجة عايزة أقول الرحمة والمغفرة لكل الشهداء اللي كانوا ضحية للحرب اللي عانينا من 15 أبريل، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعود الحميد للمفقودين. حقيقة لو جينا نتكلم عن القصة حق تأثير الحرب عن الشباب كواحدة من الشباب، فالحاجة دي هي كبيرة وحطيل الزمن يعني من الليلة لحد السنة الجاية هي ما حتنتهي، لأنه يمكن هي دي أكتر سنة هي أثرت في حياتنا كواحدة من الشباب العايشين حاليا في الواقع السوداني بتاع الحرب. فتأثيرها هي دايما الحروبات عموما على الشباب بيكون دايما مدمر يعني، على مستوى الجسم ولا على مستوى العقل ولا مستوى الروح حتى يعني. ليه؟ لأنه الشباب دايما هم بيكونوا يعني عرضة للأذى والإصابة يعني أكتر من بقية الفئات، ولأنه هم بيكونوا يدا في مقتبل العمر يعني، بعدين لعمر جديد، حتى القصة حقت قدرتهم محدودة وتجربتهم يعني ما كافية يعني، ما بيقدروا يدافعوا عن نفسهم. فواحدة من الحاجات السلبية اللي بتلاقينا في الحرب يعني اللي هي القصة حقت الإصابات الجسدية، ودي يمكن حاجة واضحة شديد، إذا كان إصابات عادية إصابات بتتراوح لحد قصة القتل والموت يعني لحد اغتيال الناس الموجودين، خصوصا مثلا القصة حقت المتطوعين الموجودين على الأرض، ودي حاجة حاليا قاعدة تواجههم، لأنه ما في مثلا منظمات أصلا هي شغالة في الأرض، فوجود الشباب هو بيقدم خدمات اللي بيقدر عليها، بيفدي بيروحه بيفدي بجسده، لكن للأسف أطراف النزاع دايما هي بدعاية للمتطوعين المحايدين على إنهم هم يعني موجودين في واحد من الجوانب، ودي مشكلة كبيرة شديد يعني، إذا ما تحلت هي تبقى دي مشكلة. الحاجة الثانية برضو قصة إنه الناس بتفقد أحبائها يعني، نحن من أول يوم انت فقدت اصحابك جيرانك اهلك من غير ما تلاقيهم، كل يوم بنسمع قصص حقت موت. الحاجة الثالثة برضو قصة انقطاع التعليم، وما في تعليم خصوصا الشباب الموجود في الجامعات، بقى في شلل في المؤسسات التعليمية كلها في السودان. برضو الحاجة في القصة حقت توقف التوظيف، ما في وظائف، فقد وظائفهم فقدوا حاجاتهم، الناس اتهجرت من بيوتها، بقت ماشي حتات هي ما عارفة تقعد فيها. وواحدة برضو من الحاجات المهمة شديد وظاهرة على الشباب وعلى الناس كلها، وكزولة مثلا الليلة أنا شغالة في العمل الإنساني من أول يوم في الحرب، اللي هي القصة حقت الصدمات النفسية، بقت هي حاجة واضحة شديد، حتى مؤثرة على قدراتهم العقلية، حتى مؤثرة على قدراتهم حتى الجسدية، الواحد بيكون نفسياته ما قادر يتحرك حتى أو ما قادر يفكر بطريقة صحيحة عشان يقدر يشتغل.
الحاجة الثانية برضو المسألة اللي عجبتني في تجربتي الشخصية، يعني لأنه يعني اشتغلت في العمل الإنساني وكنت متحركة كتير، القصة حقت الأمان والحماية اللي هي كنت دايما بتعرض لمضايقات شديد من أطراف النزاع، ويمكن دي واحدة من الأسباب اللي خلتني إنه أنا طلعت لمهمة وما قدرت أرجع على السودان، يعني لأنه في تهديد كبير بإنه بيتم يعني اغتيالي عدل إذا حصلت حاجة زي دي. فالقصة دي برضو قبلنا بهلا جيمي حتى إنه الشباب المتطوعين القاعدين في الأرض ما في أمان حاليا وما في حماية قاعدة تتقدم لهم. فواحدة من التوصيات اللي أنا بتكلم عنها دائما إنه مفترض المجتمع المدني اللي هو شغال مع المبادرات أو مع الأفراد يعترف بوجودهم على إنهم هم محايدين، على إنهم هم شغالين في العمل الإنساني، لأنه هي دي حاجة مهمة وبتوفر لهم نوع من أنواع الحماية. برضو واحدة من الحاجات السيئة للشباب اللي هي القصة حق التدمر بتاع العلاقات الاجتماعية وتدهورها، ودي بنلقاها بصورة واضحة، يعني إنه بتحصل مشاكل كتيرة، بيكون في الأهل ما فاهمين الشاب عايز شنو، الشباب ما فاهمين الأهل وبيطلعوا يعني. بعد ذلك برضو في القصة حقت التطرف والإرهاب، اللي هي بقت في حاجة واضحة شديد إنه بقت تظهر جماعات إرهابية، بقت تظهر ميليشيات. فنحن ماشيين للقصة حقت تعدد الجيوش، بدل تبقى حرب بين جيشين بقت قصة حقت تعدد جيوش، والعكس للأسف الوقود حقه هو الشباب زادوا، لأنه الشباب زادوا بقى ينساق للقصة حقت الخطاب حق الكراهية والقصة حقت الخطاب بتاع القبلية، برغم من إن إحنا قمنا بثورة وكانت ثورة عظيمة شديد، ثورة ديسمبر بتنبذ الحاجات دي، لكن جات الحرب ونقضت كل الحاجات دي. واحدة من برضو المشاكل الكبيرة شديد وهسي حاليا قاعدة اللي هي قصة الشباب اللي قاعدين في المراكز حقت الإيواء والقاعدين في المعسكرات، دل بفتكر إنه هم شباب يعني ده جيل كامل يتدمر، وده جيل كامل بقى ما عنده مستقبل، وحقيقي هم بيكونوا قاعدين ما عارفين يتحركوا أو يعملوا شنو. النقطة برضو في نفس الحاجة دي اللي هو القصة حقت الشباب مثلا في الحدود، أو مثلا الشباب اللي بيتم ترحيلهم فجأة من مناطق تانية، برضو في قصة حقت الشباب اللي قاعدين حاليا في سجون، يعني مثلا في شباب قال موجودين في سجون في مصر، يعني بيتم مثلا ترحيلهم بطريقة حتى أهلهم ما بيكونوا عارفين، بيجيبوهم مثلا بمشاكل صحية بمشاكل عقلية كبيرة، بيكون التعامل ذاته مع الحاجة دي صعب، يعني حتى في شباب مفقودين ما عارفين انهم هل هم حيين هل هم موجودين. حتى السجون، انا ما بتكلم عن السجون الخارج الوطن، بتكلم حتى عن السجون الموجودة داخل الوطن، يعني طرفين النزاع في حتة ما هو مستعد انه يوقف واحد من الشباب حسب السحنة، يعني شكله حسب شكلك انت لونك كده او شكلك عامل كده يبقى انت عندك انتماء للحاجة دي او انت قبيلتك كده. ودي واحدة من الحاجات اللي انا عانيت فيها شديد في قصة انه حركتي مثلا من ولاية لولاية كانت بتم توقيفي يعني بحسب مثلا الشكل، وبتم تصنيفك بحاجة معينة، وفي النهاية بيروحوا فيها الشباب، يعني واحد ممكن يكون محكوم عليه بالحكم المؤبد او ممكن يعدموه عديل، ما في زول بيكون جايب خبره. فهي دي كلها مشاكل كتير زي ما قلت له من بداية السنة لنهايتها ما حنقدر نحصرها، لكن بتمنى انه الحاجة دي هي تبقى لنا بداية جديدة، الحرب هي ما تبقى نهاية، تبقى لنا بداية لحياة جديدة، الشباب يكون هو الجيل القائد في المرحلة الجاية للسودان، يكون قادر يأسس لدولة مدنية ديمقراطية بتكفي حقوق الشباب وبتكفي حقوق السودان كله. وبتمنى انه الحرب تقف، لانه السودان ده هو ما حق زول ولا حق الاطراف المتنازعة دي ولا حق الثاني، حقنا نحن كسودانيين مواطنين، والمجتمع المدني هو دوره الحقيقي في انه يضغط على الحاجات دي بانه تمشي بالطريقة الصح وانه الحرب تقف. شكرا. السلام عليكم. انا بشكر رادي دبنجا على تحت الفرصة دي وعلى انه اخذت الشباب كمحور يعني تسمع له. أنا سجود القراي، منظمة البرامج في مركز أفورد. أنا بالنسبة لي إنه الخسارة الكبيرة خالص بالنسبة للشباب السوداني الإحساس بالوطنية والإحساس بالعطاء للسودان، والخسارة الفادحة جدا جدا إنه الحرب دي أثبتت إنه الشعب ده ما عنده قيادات، ما عنده قيادات بالمستوى المحتاج له الشعب بمستوى المسؤولية. أثبتت تماما الأحزاب السياسية فشلها التام في إدارة التنوع السوداني، في إدارة حيار سياسي جاد بخطة الوطن أولا. الفشل ده يعني أحبط الشباب إحباط غير طبيعي.
فالناس فقدت الروح بتاعة السودانية بتاعتها، الأمل اللي كان عند الناس في القيادة، الأمل اللي طلع شباب للشارع وعمل ثورة يعني اتحاكى بها العالم كله، الحاجة دي فقد الشعب السوداني. أنا مفتكر إنه دي حاجة يعني سيئة سوء شديد، ولأنه العامل ده عامل نفسي بناؤه تاني حيكون صعب جدا جدا. يعني الحرب دي لو وقفت الليلة وحاولنا نرجع نبني السودان، الروح اللي بتبني السودان حتكون ما فيشة، لأنه غير الشباب زي ما الزملاء قبلي ذكروا إنهم في ناس ماتوا وفقدوا كل حاجة، أهم حاجة فقدوها الإحساس بالوطنية والوحدة بتاعت الشباب اللي كان ممكن لقدام لو ادارت إدارة صحيحة تقدر تبني السودان وتوصله. النزوح اللي حصل لنا ده والتشرد وإنه إحنا بتشتتنا وبقينا لاجئين أثبت لنا إنه أنت خارج نطاق الدولة السودانية دي التفريغات بتاعتك داخل الدولة ما عندها معنى، ما عندها معنى برا خالص خالص. بالحقيقة إحنا الناس جينا يوغندا مثلا لأنه اليوغنديين بيعرفوا جنوب السودان قبلنا وبيعرفوا الجنوبيين قبلنا، إنه اتضح لنا إنه هم ما بيقدروا يفرقوا بين الشماليين والجنوبيين، فإنه الفروقات الداخلية أو الحاجات البسيطة اللي إحنا بنكبرها وبنعمل منها هوية وبتشتتنا وبتضيع الجهود العامة، حاجات زي القبلية والعنصرية اللي تفشت هسه حاليا بعد الحرب دي، يعني ظهر خطاب بتاع كراهية مدمر جدا جدا لأي حاجة ممكن تطالب لقدام إنه السودان يتبني وإنه السودان يرجع، ورتنا الحرب دي أقبح ما في الشعب السوداني. ده على كل المستويات، يعني الناس ظهرت فيها مشاكل عجيبة حتى على مستوى الأسر. فالحرب يعني حقيقة ورت مشاكل كثيرة جدا جدا في المجتمع السوداني، لكن أنا بفتكر أكبرها إنه إحنا نفقد للقيادة الرشيدة بمعنى الكلمة، وإنه السياسيين اللي في الساحة السياسية حاليا غير مؤهلين تماما لإدارة السودان ولا لقيادته حتى، وأثبتوا إنه حقيقة أغزام ما قادرين على الاجتماع في الصاول لوحدة وإنه يطلعوا لنا بحل. فأنا بفتكر إنه الشعب السوداني وبالأحرى الشباب السوداني لازم يوعى على النقطة دي، إنه أنت لازم نقدر نلقى طريقة نعد بيها الروح اللي كانت في القيادة العامة، الفكرة بتاعت إنه إحنا ما عندنا مكان تاني يأوانا غير السودان، إنه إحنا برا السودان ما في أي مكان للقبلية والعنصرية والاختلافات السياسية والجهوية والكلام ده، أنت سوداني سوداني، الحتة الوحيدة اللي بتقدر تأوينا وترجع لنا كرامتنا السودان. ووجودنا في البلدان الثانية دي ورانا إنه الناس عندها وطنية أعلى منا ما لا يقاس، وإنه إحنا يعني متأخرين خالص خالص من ناحية من نواحي عديدة جدا جدا. يعني أنا بفتكر إنه الناس اللي جو كامبالا هنا غارنوا كامبالا دي بالخرطوم بيكونوا يعني واضح لهم جدا جدا إنه إحنا ما بنقدر ندير عدد الخرطوم دي كأكبر مدينة في السودان، يعني فيها مشاكل حقيقية لو قارنتها بكامبالا دي. ويوغندا ما دولة غنية، فهم نقدر نقول دي دول غنية، إذا يوغندا إذا رواندا إذا حتى تشاد ما في، الناس دي ما أغنى مننا، نسبة التعليم بتاعتهم ما أعلى من نسبة التعليم بتاعتنا. الحاجة اللي عندهم إنه هم ناس وطنيين بيخطوا وطنهم أولا وبقوده. فأنا بفتكر إنه دي الحاجة اللي إحنا يعني الخسارة الحقيقية اللي حصلت لنا في موضوع الحرب ده. شكرا سجود القراي، أشكرك جزيلا سادة المستمعين، وبهذا نختم حلقة هذا الأسبوع من قضايا الشباب، إلى أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.